السلام عليكم شابين الكرام، متابعي جريدة ألوانكم الأوفياء. اليوم معنا نبيل المشوشر. نبيل المشوشر هذا هو اللقب الشائع. أي لقب كيبقى، وأنا مبقيتش كنتحمل هذا اللقب هذا، ولو هو لقب ماشي شي حاجة خايبة، حيت هما بعد الصحابة وتلقبوا ألقاب زينة من عند الله سبحانه وتعالى كاع، فهمتي؟ المهم لقب لا محتوى لا هذه. المهم الحمد لله كمل اش عندك خويا. واخا نبيل كيف ما كنعرفو انت عندك تجربه تجربه كسجين، تجربه في الحياه، تجربه مع البليه، وهذا هو صلب الموضوع اللي زرتك عليه اليوم وهو البليه. بحال هكا عندي تجربه في البليه. البليه نبيل، بغيتك اولا تعاود لي شويه التجربه ديالك مع وان اللي غادي نعرفو هو تجربه خايبه معها، لان ما غتكون تجربه زوينه مع البليه. وكيفاش كتجيك البليه والشباب في هاد الاواخر هادو؟ البليه والشباب في هاد الاواخر مشيتي لي واحد النقطه حساسه اللي حساسه لاي مواطن مغربي امريكاني عالمي، اي واحد بغى يكون في كره الارضيه، واحد الموضوع اللي هو حساس هي البليه. حيت البليه كتوصلك لاي حاجه ما على بالكش. البليه اول حاجه كتخرج لك على الجه ديالك، النور دو الجه ديالك، تخرج لك على واحد العبره مع والديك، مع الله سبحانه وتعالى، مع المجتمع. هذه اول حاجه البليه. كتخيل راسك نتايا، نفرض احنا نحيدوا دابا بعض الطارفه ديال البنات اللي كيبانوا ليا حيد هذه الهضره ما هضرش. تخيل انت راسك ولدتي واحد وليد تبارك الله وقريتي وربيتي وما خليتي ما درتي، واحد النهار تعطل عليك نهار السبت ولا نهار الجمعه ولا نهار الاحد ولا نهار كذا، واحد النهار ما قراش ولا الله اعلم كذا، وهذا واقف راس الزنقه هوايا وكذا، سبحان الله العلي العظيم، وتطليتي بغيتي تطل على ذاك الانسان ديال الولد ديالك اللي كتوكل وما كتخليه كي دير ليه نتايا، وطليتي بغيت تعيط له يا فلان اولدي دز معاك بالسميه ديالو، ولكن انت ما بغيتي تطل تعيط له قبل ما تعيطتي ليه، شفتي فيه شنو بان لك كيدير؟ شاد جوان في يدو اخر ما ياكل كيضحك هو وصحابه. شنك حياه هذه؟ شش باش كيحس ذاك الاب اول حاجه، حيت ما عمر اي اب ولا اي ام كيبغيو ولادهم يوصلوا لهاد النقطه هذه. سولتيني جاوبتك، باش غادي يحس ذاك الاب ملي غيطلق ولدو كيف تخف جوان؟ واش من المجتمع؟ واش من الدوله؟ واش من الحي اللي هو فيه؟ واش من الوالدين؟ واش من مناش؟ بغيت نعرف مناش. انا بديت 97 98 شحال كانت تقريبا في العمر ديال نبيل ديك الساعه؟ شي 15 16 سنه. باش بديتي انا نبيل اول بليه ليك؟ اول بليه ليا هي كانت هي الحشيش، ماشي غير الكارو. يعني ما بديتيش بالكارو؟ لا 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 هي كانت البليه. البليه ولا هذاك الشيء اللي كان جر اولين البليه كانت في، لا بديت ندخل الادمان صافي، ما بقاش كنلقى شي حاجه من غيرها، هي الحشيش اول حاجه. وعاش كتامه خليوها ولا حيدوها المهم ما عليناش، هي الحشيش. كانت واحد المره عندنا كيقولوا لها الجبليه، ديك الجبليه كانت واحد يعني واحد استقبال عليها اللي في بعد الناس المدمنين على الطريقه ديال الهاش الحشيش. الجبليه هي اخر ما يكون، كانت شاده قنيطره، شاده سلاح، شاده رباط، شاده تماره، شاده اي لعبه يعني، لا كيمشي حشيش الجبليه، ما تبقاش كيمشي حشيش بغير الجبليه. وكانوا بعض المرارات اللي هنا عندنا كانوا بزاف، كان واحد المرارات اللي عندنا هنا في هذه المنطقه ديال السلف في الواد اللي يعني ماشي مراره، كتجي انت بحال بغيت تقدا كتلقى كتبان لك 20 كيلو ديال الحشيش مقرضه اللي كيقرضها اللي كيبيه، كتمشي تجي بلاصه الكيف كتلقى قد البيت هذا نادر ديال الكيف 400 ديال الربطه زيد، وكيرشوا الماء والبولات شاعلين والديور مخالصين. ثاني بليه تبليتي بها مول الحشيش هي الفلوس، بغيت الفلوس، كنبغي الفلوس، كنبغي معاك يكونوا عندي الفلوس، يعني ملي كيكونوا عندك الفلوس من بعد الصغر وكذا وهذه 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 وهذه، يعني انا بدي معك سيناريو بسيناريو، عندك تقلل لي شويه في البليات هي الفلوس، من بعد الفلوس كتصرك كتبلاصي كذا هذه هذه هذه،
حتى اللي كبر منك حتى اللي واعر عليك حتى اللي خاطر عليك حتى اللي زويون عليك حتى اللي يلعب عليك كيولي كيتجرى يتقرب منك. وانت ديك الفلوس قوت داك الشيء اللي كيعجبك هذاك الدومين ديال دوك الناس كيعطاك واحد المحتوى كيعطاك واحد القيمه كتولي باغي الفلوس في الفلوس في الفلوس باش تولي كاسب الدنيا. هادشي راه ولينا عايشين كيما كيعاشوا بابلو اسكوبار في الدنيا. حنا اي واحد شويه كنعاودوا لكم الفلوس بالفلوس بالفلوس باش كتولي شاري كلشي كيولي كلشي ديالك. هذه هي ثاني بليه. هي واحد النهار كنت بعد واحد القديم ديال من تبليت تبليت مشيت لواحد المراره كي قال واحد لقيتها يعني عندهم واحد المراره فيها شراب فيها حشيش فيها اي لعبه مرحبا. وفي الزنقه ديالنا في حميدات يعني انا كنت صغير طلعت لتما كاين يلاه تبليت هذيك الساعه حطيت واحد الكارطونه كارطونه بحال هذه صندوق بقيت حاط كريطينه بحال هذه في وسط المراره اللي فيها دوك الناس كذا والبيع والشراء وكذا ومع الصغر حومتي وكذا وهذه وبعد ولاد الحومه كيدعموك كذا وهذه والهضره وكذا حطيت كارطونه درت فيها باكيت الكارو وكذا جبت الكارو ما خصني برو وليت كان متشاجر في الكارو نيبرو في هذيك المراره اللي في زنقه الحميدات. هذا الشيء كنقول لك في 98 شويه على شويه شويه على شويه ما بقاش عاجبني هذيك الكارطونه حتى الكارطونه ولا بقات كتدخل ليا في 98 99 كتدخل ليا اي 100 درهم ما بقيتش عاجباني 100 درهم حيت مبلي شي البليه. وليت كنمشي لعند الدراري كنقول لهم خويا بغيت نبيع الحشيش يقول لي لا انت بغيت نبيع الحشيش كنمشي كنبيع الحشيش كندخل معاهم كنبيع الحشيش داروا لي خاطري وليت كندبر على راسي بيوم على يوم يوم على يوم وليت عاوتاني مره مره كنطلع على ديك المراره ديال من بعد ديك المراره ديال خالد جاو واحد الناس اللي هما يعني مدوزين الحبس كبان مني وقبح مني في هذيك الوقيته وما عرفتش شنا هما ولكن ملي مشيت عاودوا له بعض الناس باللي راه انا راه كنت واحد المراره كذا كذا وراه كنزطط. شنو هي كلمه كتزطط؟ هي يعني ما كدورش في الحساب. يعني دابا المراره اللي جيت ليا كتبيع واحد 16 كيلو 18 كيلو في النهار ديال الطريفات مقرضه. يعني داك 16 كيلو 18 كيلو في النهار ملي كتريح بحال هكا في الكرسي ربع ساعات كتبغي تحك راسك راه ما عندكش الوقت كتبقى تبيع وتشري في الطريفات عين عباد الله 1000 ريال 100 درهم 1000 ريال 100 درهم راسك كتحنيش كتهز زميلك كتخرج كيدخل شناق اخرى كيريح بلاصك تما فين ولفت الفلوس. من وعد ولفت الفلوس وليت كنبغي نشرب الشراب باقي ما وصلتش للقرقوبي كنبغي نشرب الشراب باش كنضحك باش كدا هادي وهادي وهادي وهادي. واحد النهار رجعت عند دوك الاصدقاء ديالي ولاد الشراطي كنت خدام معاهم 98 كان واقيلا راس ليلة 27 في رمضان الله يرحمك ابو الهلي وصل عليك القبر الهلي وصل عليك القبر. نجي عند واحد الصديق ديالي مع جوي قرب المغرب لقاه كيبيع الكارو كيقول له عزوز عسكري الله يسهل عليه هو خابرك قبيه داك الشيء كيبقى عادي ما عندنا ما نديرو له الهضره كتجبد قال له فينا هو نبيل قال له نبيل قال له راه هو راه كاين راه هو الفوق كيبيع مع هذوك راه بغى يمشي للحبس. قال كلام الخير هو ماشي برقاق هادشي غير كلام الخير على الصفر وكذا والمعزه. مشى طلع الوالد شفت الوالد ديالي جاي هز القفه تبارك الله الوالد ديال القدام فيها المسائل ديال الوليدات وكذا وديال ليلة 27 كذا سبحان الله باقي كنشوف الفروج ولا الدجاجه في يدو الله اعلم. شتو انا وانا ندور وانا نعلق في يدي جوج 50 غرامات عاطينهم ليا الدراري هذوك صحاب المراره علقش هو مع راجل كبير ما يمكنش يشبعني وانا ولده ما عندوش مع الشوا وكان عندي واحد الوالد ديسيبلين شي شويه والله يرحمه ويوسع عليه كل شويه ثقيل شويه حيت اصله هو يا ولد الرباط وفي شكل كان في سوق الصباط عنده الحانوت الله يرحمه ويوسع عليه هز حجره بحال هاد القريعه هادي هو يورك عليا بحال هاد القريعه ديال الماء ورك عليا ضربتني انا مشيت فين مشيت؟ مشيت ديريكت لدارنا تخشيش عند امي تخشيش عند امي ما دخل هوايا قال لها فين هو البروش؟ قلت له ها هو انا قلت لهم يا با انا بدير والو وانا داير ولعت الحشيش ولعت كلشي داير بدير والو امي راك عرفتي ما الام ديما كتبقى الام كتبكي وتقطع وتقطر ما عرفت شنو دير عليك. دخل هي مات قجر طلوقيد اللي باقي كيعقل على قجر طلوقيد
قجرت له قيد شاريه مع وقت المغرب غتشري طريف تشري كشا وقجرت له قيد بقى البريكه قليله البريكه الناس الحاي هما اللي عندهم البريكه البريكه ما عندناش احياء الشعبيه قجرت له قيد ديال السبع ولا العود يمشي بيضربوا بحال هاد الشرطه هذا فوق السروال مع شدي مع قال يزيد ما حط يدو ويلقى قجرت له قيد هو هذا قجرت له قيد تسحب له الطرف ديال الحشيش مع كانت 1000 ريال قد قجرت له قيد في هذيك الوقت قال صافي ولدي عيش من ربي عيش من نقرب عيش من تهلا شو شنو خرج ليا لهنا وصل عليك با شدني قبل ما يجبد قجرت له قيد طيحني في الصاله حط رجل مسكين لهنا وصل عليه القبر بغى يشوفني زوين حط رجل عليه تبارك الله كان با الله مالك الحمد كان حط رجل عليه الدراع هذا هكا ورجل على الدراع هذا هكا يعني هو با وراجل كبير وتبارك الله بقى غير الوجه ديالي معزول قال لي بغيتي تحدبني ماشي تقهرني امامك في زنازه كيضربوا العلو ما كيخليهم يدير كنشوف فيك النور دو ولدي مابقيتش غنشوف فيك النور هو بقى عليا بالتصرفيق تصرفيق وتصرفيق تصرفيق وتصرفيق تخيلوا التصرفيق ديال الناس القدام كيزرق العينين قشني في الاخر قال لي نوض انت ماشي راجل بحالك وكيهضر معايا نوض ديناك الصناعي ديناك تخدم معنا في سوق صباط ديناك عند الذهبيه ديناك عند صحاب الكوير ما خلينا فين ديناك ما بغيتيش تصدق نوض قال لي اجي تشوفي ولدك اللي كتبكي وتشكي عليه شو سبحان الله مسكين خشى يدو ولا لا وصل عليك با عاهل بالو غيجبد واحد الطرف كان ديال 1000 ريال قديم كان كيتباع ما بقاش كان قد هكا 1000 ريال ديال الحشيش شوف كان قداش كان قد هكا بحال هكا وبحال هكا 1000 ريال قلت قجرت له قيد ولكن مسكين مخشى يدو القاعة قجرت له قيد والاميات قليل لا مات لا لا وانا راه لاحت الحشيش انا داير الجريمه شد فراسو وليدي راه قالوا لي ودي المهم داس هذاك الشيء بلا ما نبقاو نزيدو ناثروا في هذا الشيء الله يرحمه ويطول عليه الله يرحمه ويوسع عليه وهذه الحياه بلا ما نبقاو نطولوا فيه ونجبدوه من القبر خرج رجعت للحومه هي هذيك عينيا وهذاك هو كان العصا لبسني فوقية ديالو تهلا فيا عطاني مسكين شي 600 ريال ولا ما عرفتش شي 500 ريال في 98 بحال عطاك باك 36000 ريال في هذيك الوقيته دور معايا مع كان حوات الحمد لله في سوق الصباط ما خصنا خير طلعت للحومه كذا هادي طنطان سولت على الدراع الزوز ما بقاش شي واحد اللي يهز واحد القطيب كذا هادي شكون اللي دار لك هاد الحاله قلت لهم البوليس قالوا لي سير ديكلاري البوليس اي تشال باش نقول لهم با وبا باغي لي على الخير وانا باش عرفوني البليه كما قلت لي الاستاذ الصحفي اللي قدامي تحيه للقناه ديال الوانكم رجعت للمعركه ديال البليه هاد النقطة الفوتوها باقي عندك شي ما تضيف على البلية يعني من هنا دخلتي جاوسي الاب ديالك ذاك الوقت الله يرحمه جد عليه الرحمات ودخلتي في حرب البلية دخلت في حرب البلية ومن بعد عاوتاني مشيت عيطوا لي هذوك الناس ديال خالد ودريس ولد خالو والله يرحم باهم فضل النهار هذا وما تريك هذو ولاد الخير هما كيسكنوا هنا مورانا في الواد كانت عندهم واحد المراره اللي يعني تنافست مع الجبليه ديك الجبليه اللي عاودت لك عليها في الاول كانت امبراطوره ديال البلاد ما كاينش اللي يقدر يبيع الحشيش حدا جاو هما ما يتنافسوا معاها بالمدابزه باي لعبه باي طريقه بغيتي ومن بعد دوك خالد ولد واحد الناس جيت الزنقه تحشوم عاوتاني كيقول لهم ولاد عايشه هي كان عاد الجوندار من في منطقه الواد ما كانش كيدخلوا البوليس ممنوع على البوليس يدخلوا كان بعد انا مشيت رجعت عاوتاني دوموندو عليا دوك اللي كنخدم معاهم عجبتهم في الخدمه ديالي يعني ولاو كيقول لي عين نبيل نبيل باقي ما كاين لا مشاشر لا والو هذيك الساعه نبيل نبيل كنجي انا الاخراني وكنخدم الناس عندها الموستاج ما كتخدمش يعني راه الريال ما كنجيبو لهمش ناقص وكنتخلصوا شحال كنا كنتخلصوا 3000 ريال النهار كامل مشي الحشيش والاجرام عندك يضربوك عندك يديوك عندك كذا 3000 ريال وطريف ولكن هذوك الدراهم كنا كناخذهم حنا بعد بنادم كيجي بنادم يقول لك عطيني شي طريف زويون كيعطيك 40 ريال ولا 60 ريال كيقول لك وهذه كادو ديالك عطيني شي طريف زويون الله يحفظك كذا فعلا انت تما كيدور معاك كتقلب له الطريف زويون ماشي هي هذيك ولي ما بقيتيش غير البلية غير كتكني وتستهلك وليت كان وليت تبليت بالتجاره من بعد البلية حيت تغلبت على البليه ما نقدرش عليها وليت كان
تبنيت بالتجاره صافي اعترف وليت مبلي بالتبزنيز فعلت تبزنيز مشيت من قشني مع المعركات مع والديا والحياه ديالي وكذا وهادي 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 واحد النهار ريح في الحومه كنسمع الشمال كذا هادي حقات الرباط كذا هادي هادي كنت نمشي لهاد الشمال هذا سلمت على صحابي بنت ما صبحتش مشيت للشمال والديا ما عرفونيش انا فين انايا مشيت للشمال ضربت معاهم واحد مده 8 شهور مشيت واحد قلت كيقولوا له في العرايش مدينه العرايش كيقولوا له باب المدينه بالذات راه المغرب كامل كيعرف شنو هي باب المدينه باخص العرايشيين والشماليين كيعرفوا شنو هو باب المدينه كانت عندي واحد الميسه الميسه هي كرطونه كيقولوا لها بالشماليه الميسه كانت عندي ميسه ديال الكارو كنبيع ونشري الكارو وكنبيع الطريفات البلية واحد خي اداني فيه ضربتو تما في العرايش كذا يعني ما بغيتش نتحقر باش نعيش محقور كنبيع ونشري بحال هكا وعندي الطريفات اللي بغا شي كذا باساجي كذا راه مدينه سياحيه العرايشيين كذا واحد النهار وانا نخرج في جروب بق بق قد قد السلام عليكم قف 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 قلبوا واحد الضابط كيقول له دريس كرشة التقاعد واحد الضابط كيقول له فان دام واحد الضابط كيقول له مشي العربي العربي واحد عبد المولى البرقا برقا يقول عبد الراس الله يسهل على اي واحد كما كيبغى يقول المهم وقعت علينا واحد جروب كتقلبنا جراش على كل شيء حلوا لي الكارطونه انا ما عطيتش ما كاين ما بقى والو شاو يدهم وما يجبدوا واحد الكميه ديال الحشيش من الجيب ديالي صافي وي وقع الاعتقال دور ما دور ركب الميرود ركب الميرود داوني لواحد الدار قبل مره تعتقل انا اول مره مره في الحياه ديالي شي البليه ديال البليه راه بليه راه ماشي بليات شي تقول لي البليه ماحية ولا البوفا ولا البوفو ولا ما في خبارك شي واحد الحاجه كاينه في المغرب بليه بالرخصه ديالها وتهضر عليها تاكل العصا ما عرفاش انت واقيلا كاين واحد البليه كيقولوا لها تشيلسي العوده كيخلي اسره ديالو بلا ماكله ما كيقولهمش انا فين كاين بغي يضرب الورده بغي يضرب 180 مليون بغي يضرب 90 مليون كيبقى معذب النهار كامل كيشرب قهوه ما كياكل ما كيشرب حاشاك الطواليطات ديال دوك صحاب القهاوي العوده كندخل ليهم اتبيت فيهم حاشاك الحلوف يموت ما كينوضوش هادو بليات الديور كاملين في المغرب ولاو يعصروا الماحية دوبليات تجارة في المخدرات راه الناس مبلية تجارة في السيليسيون تجارة في القرقوبي تجارة في كذا كذا البلية كاينة في المغرب ولكن راه ولاو بليات أخرين بليات اليوم باردين بحال دابا واحد الموضوع اللي دابا هو كنسمعوا عليه دايرين ضشة هاد البوفو ولا البوفا ولا البوفي ولا بوفوك انا واحد الصديق ديالي مريح معايا في هاد الدار هادي اللي كتكلم وكيضحكوا ويلعبوا ويبقاو ينفروا باقي على القرايه وداك الشيء ديال الحمار وداك الشيء انا ريحش مع واحد الناس اللي كنعرف معاهم انا ما عمري درت هاد الشيء كنعرف دير لي بحال كتجيب تليفون كنقول له هذا على بغيت نضحك كنقول له انا بعيد عليه هذا الشيء وما كنعرفوش اخوتي وتحيه ليكم والله يعفو على اي واحد كيوصل لهذا الشيء.